السلام عليكم، يعطيكم العافية. بدنا نكمل مادة الاستاتيكس. بدنا نشرح الفورس فيكتورز، المتجهات. غالبا مش حيكون هذا الموضوع جديد عليكم، حيكون مر عليكم أكيد بالفيزيكس بالكيمستري، لكن بدنا نحكي عنه مقدمة سريعة قبل ما نبلش بحل أمثلة بمادة الاستاتيكا. هلا شوف، عندنا بالاستاتيكس الكوانتيتيز بنعبر عليها بوحدات، اما سكيلرز او فيكتورز. يعني في عندي كوانتيتيز بظبط اعبر عنها بسكيلرز، وهسه هنشرح شو يعني سكيلرز بالتفصيل، او فيكتورز اللي هي المتجهات. اوكي، طيب بالنسبه للسكيلرز هي عباره عن وحدات قياس، بس بهمنا نعرف المقدار، only magnitude، يعني بهمني بس القيمة الماجنتيود. تمام. من أشهر الأمثلة عليها الماس، الكتلة، اللينث، التايم، الوقت. طيب شو يعني سكيلر؟ شو يعني بس بهمني المقدار؟ لاحظ عندي الكتلة، أنا مثلا عندي صندوق، تمام، وزنه 5 كيلو جرام. 5 كيلو جرام، كيلو جرام وحدة قياسية، خلاص أنا الصندوق عرفت وزنه. طب بهمني أنا أي معلومة ثانية أعرف عشان أو سوري كتلته مش وزنه، إنه الوزن فورس والفورس وحدتها نيوتن، تمام؟ anyway، هل في معلومة ثانية عن الصندوق لازم أعرفها علشان أكون يعني أعرف كم كتلته بشكل دقيق؟ لا، الماجنتيود يعني بس بهمني المقدار، 5 كيلو 5 كيلو. أوكي طيب ماشي. اللينث، الطول، مثلا في عندك المسطرة، عندي مسطرة طولها 30 سنتي كطول. طب أنا أعرف طولها 30 سنتي، هل في معلومة ثانية لازم أعرفها عشان أحدد بدقة طولها؟ لا، معناته اللينث سكيلر، بهمني بس الماجنتيود. ما بحكي والله 30 سنتي باتجاه مثلا الجدار، لا خلص 30 سنتي 30 سنتي وبسكت. مثلا ما بحكي سالب 30، ما في طول سالب 30 لانه كميه سكيلر، تمام. نفس الشيء الوقت، بحكي مثلا 30 ثانيه، او مثلا في عندك فيديو معين طوله دقيقتين. طيب حكيت دقيقتين، واضح دقيقتين له بدايه وله نهايه وبناتهم دقيقتين، ما في اي شيء لازم احكيه عشان اعبر عن الوقت بصورة أفضل، معناته التايم از سكيلر. ما بحكي والله سالب دقيقتين زي هيك، لا خلص دقيقتين دقيقتين انفهمت، وهذا اللي بقصده بالسكيلرز، تمام. الفيكتورز، المتجهات، هي الكميات اللي بهمني الماجنتيود، وبرضه بنفس الوقت بهمني الدايركشن. اوكي، يعني انت مثلا لو تعبر عنه بالمقدار فقط تعطيني قيمته، ما بتكون أعطيتني المعلومة الكاملة عنه. أمثلة، تمام. أشهر الأمثلة على الفيكتورز اللي هي فورس، القوة، البوزيشن، المومنت، العزم. وممكن هذا المصطلح يكون جديد عليكم، المومنت. إن شاء الله يعني ثالث أو رابع تشابتر بالاستاتيكس جدا سهل وجدا ممتع فعلا، يعني مواضيع الاستاتيكس كلها صراحة هيك ممتعة، وانك اهم اشي هيك تفهم مبدأهم بسيط، تفهم المبدأ البسيط تبعهم، نبلش نحل امثلة عليهم كل مواضيع الاستاتيكس بلا استثناء. اوكي، مادة الاستاتيكس حلوة وممتعة وجدا بسيطة، بس ايش بدنا يعني احضر الفيديوهات لحتى تكون امورك ان شاء الله بالسليم، وبالفيديوهات حل امثلة كثير. طيب الفورس، القوة. طيب انت لما تعبر عن فورس معين، تمام، حكينا الوزن، الوزن شكل من اشكال الفورس، او ممكن مثلا عندك جهاز معين بيعبر لي عن مثلا فورس باتجاه معين. هذا الجهاز مثلا عندي مثلا شابك مثلا بجهاز ثاني، لازم انه ينشد بطريقة معينة عشان يعطي شغل، يعطي هيك يعني انه يكون مسستم بطريقة معينة، لازم الفورس هاي نشدها هيك عشان مثلا يشتغل اشي بالسيستم.
فهم كيف؟ فبالتالي الفورس مثلا 5 كيلو نيوتن على سبيل المثال. طب لو حكيت انت 5 كيلو نيوتن سكتت، لا الفورس لازم تعطي معها دايركشن، هل هي 5 كيلو نيوتن باتجاه الاكس اكسس ولا باتجاه الواي اكسس ولا باتجاه الزي اكسس، لازم تعطي دايركشن. يعني بنحكي 5 كيلو نيوتن مثلا للاسفل، اوكي زي هيك. ما بتقدر تحكي 5 كيلو نيوتن وتسكت، لا هاي مش كتله، هاي فورس، هاي قوه، لازم تاثر باتجاه معين. تمام. البوزيشن يعني الموقع، خلينا نحكي الموقع. ليش الموقع؟ طب انت لما تحكي، انت حدد لي موقعك حاليا، تحكي لي انا بالمنطقه الفلانيه قبال المنطقه على بعد 5 كيلو متر شرقا على سبيل المثال، زي هيك. البوزيشن برضو فيكتور، ما بتقدر تعطيني ماجنتيود فقط، لازم تحدد دايركشن. مثلا تحكي عندي مثلا اكس واي، تحكي لي انا البوزيشن تبعي 5 2، 5 باتجاه اكس 2 باتجاه واي. تمام، اعطيتني اتجاهات، يعني البوزيشن فيكتورز. المومنت، شو المومنت؟ المومنت هي عباره عن عزم، هو عباره عن فورس مضروب بمسافة بالمتر، اوكي. فبالتالي بيكون مثلا هي عندي مثلا نقطة معينة بيكون عليها عزم، يا اما بتلف هيك روتيشن مثل هيك او بتلف مثل هيك، بتلف مع عقارب الساعة بنحكي لها كاونت كلوك وايز، او عكس عقارب الساعة بنحكي لها كاونتر كلوك وايز. مثلا مقدار هاي المومنت 2 كيلو نيوتن ضرب متر، تمام. ما بعبر عنها 2 كيلو نيوتن متر وبسكت، هذا العزم انه حوالين هاي النقطة 2 كيلو نيوتن، بحكي مع عقارب الساعة، يعني 2 كيلو نيوتن متر كلوك وايز، او برسم له اشي زي هيك كاونتر كلوك وايز، بكتب له كاونتر كلوك وايز او برسم له مثل هيك. وهاي هي الفيكتورز يونتس. طيب تمام، خلينا بس نفضي سبيس لانه في كم ملاحظة بدي احكيها عن الفيكتورز. تمام، هلا كيف بنعبر عن الفيكتورز؟ هتلاقي بالامثلة بالكتاب دائما حيعبر لك عن الفيكتورز ماجنتيود ودايركشن. طب الماجنتيود كيف بنعبر عليه؟ برسم. تمام، بالرسم. هتلاقي مثلا، خلينا نرسم مثلا اكس واي اكسس، هي عندي اكس واي اكسس، هذا الاكس وهذا الواي. على سبيل المثال بدنا عندنا مثلا فورس، تمام. الماجنتيود بنعبر عنه بطول السهم، بنعبر عن الفيكتور بسهم، سهم او ارو بالانجليزي، شكله سهم. طوله يعبر عن مقداره، تمام. فلنفرض انه هذا كان له طول معين، مقداره مثلا الفورس هاي 5 كيلو نيوتن، هاي 5 كيلو نيوتن، هذا السهم اللي عندي 5 كيلو نيوتن. طيب جبت سهم ثاني ضعف الطول، هيكون 10 كيلو نيوتن، يعني مقدار طول السهم هو مقدار الفورس. يعني عندي نقطة بتأثر عليها فورس بهذا الاتجاه، وعندي فورس سهم صغير بهذا الاتجاه، بعرف انه هاي الفورس اضعاف هذه الفورس، تمام. بس يعني اشي شكلي، اوكي. طيب معناته الماجنتيود يعبر عنه بالطول. طيب الدايركشن يعبر عنه بزاوية، مثلا ثيتا مع فيكست اكسس اللي هو زي الاكس زي الواي. مثلا بحكي هاي 5 كيلو نيوتن على زاوية 30 درجة من الاكس اكسس، او على 60 درجة من الواي اكسس، هيك بعبر عن الفيكتورز، تمام. هيك يعني انا حددت الاتجاه، تمام. طيب بس في شغله، الهيد اوف ارو هو اللي بيحدد لي الاتجاه. يعني لو كان عندي مثلا نفس السهم بس وبرضه بزاويه 30 درجه، بس حاطط لي السهم مثل هيك، لا هيك حيختلف الاتجاه
بشكل كامل، يعني لازم تنتبه انت للأرو وين رايح. يعني ممكن نفس كل شيء وبزاوية 30 بس حاطط لي هون راس السهم، معناته لا بنعكس الاتجاه. لازم تركز على الزاوية ولازم تركز على اتجاه السهم. طيب، ملاحظة تانية بسيطة عن الفيكتورز والسكيلرز، انه كيف بنعبر عنهم بالكتب، يعني كيف حتلاقي الكتب معبرة عنهم. حتلاقي انه الفيكتور مثلا عندي فورس معينة، فورس مثلا اي بي، حتلاقي انه الكتاب مغمقها بطابعها بشكل بولد، تمام. بينما السكيلر مثلا مثلا 10 كيلو نيوتن بولد بتكون، بينما السكيلر فاليو مثل مثلا الماس مثلا ام اي بي حتلاقيه راسمها بشكل مش بولد، يعني مش غامق وبرضه مميلها، تمام مثل هيك. كمان ملاحظه، هلا الفيكتورز حتلاقيه حاطط لك سهم فوقه عشان يحكي لك هاي القيمه عبارة عن فيكتور متجه وله اتجاه، تمام. بس هاي الشغلات اللي حبيت ارجع لك اياها بشكل سريع. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو. لا تنسوا تعملوا اعجاب للفيديو وتشاركوا سلسلة الستاتيكس وغيرها من المواد مع زملائكم واصدقائكم المنزلين هاي المواد. كان معكم ابراهيم عبد الله ويعطيكم الف عافية. نشوفكم بالفيديو الجاي نكمل الستاتيكس.